لؤي وائل من الكباتن اللي يتقال عليهم فعلا ابناء النادي الاهلي. انت دخلت النادي الاهلي وانت عمرك 8 سنين ما شاء الله من سبورتنج، صح؟ بالظبط. الاهلي شافك دخلت النادي، قول لي ازاي ده حصل وازاي ده ساهم بقى ان انت تبقى من وانت صغير قوي في السن ده تحديدا كون شخصيتك او ساهم في تكوين شخصيتك انضمامك البدري ده للنادي الاهلي. هو اول حاجه انا كنت بلعب في سبورتنج في اسكندريه، بعد كده لعبنا بطوله في سبورتنج، كابتن بدر رجب كان موجود في البطوله دي، لعبنا النادي الاهلي، كنت بلعب في سبورتنج ساعتها، لعبنا النادي الاهلي في الفاينل، كسبنا الاهلي 3 ساعتها. فالكابتن بدر رجب شايف ان انا مميز وكان محتاج يسال عليا، فسال عليا والدي وكده، فبابايا اهلاوي جدا طبعا، فاول ما عرف قال لي يلا على طول، يعني ما فكرش لثانيه. فانا بالنسبه لي كان الموضوع لسه جديد، كان 8 سنين، فكان لسه الموضوع بالنسبه لي غريب، بس كان نفسي طبعا ابقى موجود في النادي الاهلي. وكان والدي قبليها اصلا باسبوعين بيقول لي يا سلام لو انت مثلا حلمي ان انت تلعب في النادي الاهلي. ده قبل البطوله نفسها، قبليها باسبوعين بالظبط. قبليها باسبوعين بالظبط. فسبحان الله جت في ساعتها، فهو حس ان حلمه بيتحقق، فقال لي تمام يلا بينا. فقلت له يلا انا موجود والنادي الاهلي بيتي، ويعني بتمنى طبعا، كنت بلبس تيشيرت الاهلي من وانا صغير جدا، فاول ما عرفت النادي الاهلي وكابتن بدر رجب، بعد كده كابتن اكرام يجي يكلم النادي عشان الدنيا تتخلص وكده، فرحت على طول من عندي 8 سنين. كل ده كان عمرك 8 سنين وسبت اسكندريه بالظبط وجيت على القاهره وبقيت في ناشئين النادي الاهلي.